أدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطري سوهاج جميعا بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء. وأكد وزير الأوقاف أن المتوفين في عداد الشهداء، وقد أقيمت الصلاة مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي. من خرج فلقي العدو صابرا محتسبا دفاعا عن دينه أو وطنه فاستشهد فهو في سبيل الله، وهذا المعنى الخاص للشهادة. وهناك المعنى العام للشهادة، فالمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، ومن مات في الهدم فهو شهيد. أيضا يقاس على ذلك، وده مفهوم فهم النص ومقصد النص، كل من مات سواء في حادث لا قدر الله، في سقوط طائرة، في غرق سفينة، في حادث سير، ينطبق عليه حديث المطعون. هذا هو المعنى العام للشهادة، طلب الرحمة من الله لهؤلاء الشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان يموت فيصلي عليه 40 رجلا إلا كانوا شفعاء له يوم القيامة،